بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المساعد أحمد اليوسف من مرتبات كلية المدفعية، وهذه هويتي. نظرا للممارسات الوحشية والإجرامية التي يقوم بها جيش النظام من ارتكاب لمجازر وقتل عشوائي لأبناء وأطفال شعبنا في سوريا، ولعدم تقيده لأي اعتبارات إنسانية، ولما رأيناه بأم أعيننا من جرائم، نعلن انشقاقنا عن هذا الجيش وانضمامنا للجيش السوري الحر، ونلتزم بالقسم الذي أديناه بحماية الشعب والدفاع عنه، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.